بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يعقوب من فريق Lucky Generation Gamers، واليوم عندي لكم سؤال جديد حق الحلقة القادمة من برنامجكم الإذاعي البعد الآخر. بما أننا شفنا سوني وعرضهم حق البلاي ستيشن 4 اللي طاف، يعني تكلموا عن مواصفات معينة حق الجهاز، مثل السوشيال، مثل الشيرينج، بس ما عرضوا الجهاز ولا عرضوا وايد يعني معلومات عنه بالتحديد. بس ايش رايكم، شنو راح يكون ردة فعل مايكروسوفت بالاكس بوكس الجديد؟ هل راح يعرضون نفس الميزات برايكم؟ هل راح مثلا يعرضون شغلات جديده؟ قولوا لنا شنو رايكم، شاركونا باجاباتكم بقسم التعليقات تحت، وان شاء الله راح نسجل حلقه يوم الاحد يصادف تاريخ 3/3. حياكم الله، واحنا بانتظار اجاباتكم.